القصه اللي احنا كنا بنتكلم عليها قصه الكميات والنوعيات. بالظبط. انه ممكن ناخد براحتنا بس كمان نخس او في ناس بتعتبر ان هي لما تقرا على العلبه بتاعت اي حاجه فات فري، صحيح، ان دي ايكوالز كالوري فري. هي مش معنى ان هي ما فيهاش دهون ان هي ما فيهاش كالوريز، هي فيها سعرات حراريه، مش كلمه لكن ان ما فيهاش فاتس. فاتس حاجه، الكالوريز يعني الناس حاجه بتعتبر الدهون حاجه ثانيه. بالظبط. انا مش معنى ان انا قلت لك ان الحاجه دي ما فيهاش فاتس يبقى كلي منها على قد ما تقدري، نيفر. لو انا اكلت حتى الفاكهه والخضار اي حاجه، اعتبري ده على اي حاجه ما عدا الميه. نعم. اي حاجه بتاكليها اوفر بكميات ضخمه جدا انت كده بتدخلي سعرات حراريه زياده في جسمك ممكن تؤدي الى السمنه.